بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا موضوع مهم جدا هو الابراتوري دياجنوزيس والفايرال انفكشن. كيف نعمل تشخيص الفايرال انفكشن جنرال؟ طيب في نهاية هذه المحاضرة ان شاء الله عز وجل باذن الله الجميع ضروري يكون مستوعب الاتي، يكون مستوعب في دايركت ديمونستريشن للفايروس كيف نستطيع نكتشف الفايروس نفسه او اجزاء منه، هذا نسميه دايركت ديمونستريشن فايروس. الامر الاخر حنتعرف سويا كيف نعمل فايروس ايزوليشن، كيف نعزل فايروس نعزله وننميه في كلتشر. والامر الاخر ان شاء الله حنتكلم على الالكترونيكال تيست اللي هي كيف نعمل ديتكشن للانتي بودي اللي احنا نسميها بصمات الفايروس، بمعنى انه كان هنا فايروس قد يكون بازال الوجود او كان هنا، هتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل. وفي النهايه زي احنا معتادين هنعمل اختبار لانفسنا، عاد احنا متعادلين ولا متعادلين؟ طيب تعالوا في اول محور، في اول محور اللي هو دايركت ديمونستريشن اوف فايروس من الكلينيكال سبيسمن، من نفس الكلينيكال كيف ناخذ السبيسمن ونعمل دايركت ديمونستريشن اوف فايروس. اول نقطه عشان نعمل دايركت ديمونستريشن في معنى الاتي، ممكن نعمل ديتكشن للفيروس بارتكل نفسه، نعمله ديتكشن للفيروس نفسه. الامر الاخر ممكن نعمل ديتكشن لحاجه من محتويات الفيروس او من مكونات الفيروس اسمها انكلوجن باديز. الامر الثالث ممكن نعمل حاجه اسمها الفايرال اور سبيسيفيك فايرال انتيجين، انه الفيروس لو هو بينمو بيطلع انتيجين يعني جزء من الفيروس، فنعمل لها ديتكشن. الامر الرابع انه نعمل ديتكشن للنيوكليك اسيد، مش اتفقنا انه النيوكليك اسيد عباره عن سراني؟ نعمل هذا النيوكليك اسيد حق الفيروس نعمل له ديتكشن. اذا حنتعرف على الاربع ميثودز فور ديتكشن اوف دايركت ديمونستريشن اوف فايروس فروم كلينيكال سبيسيمن. طيب تعالوا نمسكهم واحده واحده. اول نقطه اللي هي الديتكشن اوف فايروس بارتكل، كيف نعمل ديتكشن للفيروس؟ فيري سمبل، اتفقنا عليها اعتقد واحنا نتكلم خلال المحاضرتين الماضيه، قلنا ان احنا ناخذ السبيسيمن ونعمل ونشوف فتحه الالكترون مايكروسكوب ونشوف المورفولوجي حق الفيروس. لكن النقطه المهمه اللي يجب ان تعرفوها، هذه ما هوش فور روتين تيست، هذه حاجه للريسيرش، ما نستخدمهاش لما نشخص الان واحد عنده فيروس، ما راح يقول له والله روح اعمل الكترون مايكروسكوب من العينه عشان نشوف الفيروس عندك ولا ما عندك ولا مش عندك، ما نستخدمهاش، نستخدمها فقط للريسيرش. وهي زي ما قلنا ناخذها من الكلينيكال سبيسمن ونروح نشوف هل تحت الالكترون مايكروسكوب المورفولوجي للفيروس. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية جابوا لنا حاجة مهمة اسمها الاميونو الكترون مايكروسكوب. اليوم بشوف مستوى البناءة عندكم. شوف الصورة الأولى. شايفين كيف الفيروس داخل الالكترون مايكروسكوب عادي. طيب احنا شاكين في فيروس معين، شاكين فيه. فنروح نعمل له نضيف سبيسيفيك انتي بودي. يعني انتي بودي متخصصة لهذا الفيروس. فشوفوا كيف حصل اجريجيشن. ولذلك دي حتساعدنا في التشخيص، وزي ما قلنا لا زالت تستخدم في الريسيرش، اني احط انتي بوديز على الفيروس اللي انا شاك فيه. في البدايه حيكون الفيروس مبعثر في الكلينيكال سبيسمن، لكن لما احط الانتي بوديز حيحصل اجريجيشن، وذلك شايفين كيف الاجريجيشن تجمع، وذلك نسميها بالاميون الكترون مايكروسكوب. جميل، هذه النقطه الاولى. اذا النقطه الاولى نعمل ديتكشن للفيروس كله بالالكترون مايكروسكوب، سواء كان الالكترون مايكروسكوب عادي او بالاميون الالكترون مايكروسكوب. جميل. الامر الثاني ان احنا نعمل ديتكشن للانكلوجن باديز. ما هي الانكلوجن باديز؟ احنا مش اتفقنا واحنا في المحاضره الماضيه واحنا نقول الريبليكيشن للفيروس انه يحصل له ريبليكيشن ويحصل له اسمبلي. هذا الاسمبلي تجمعه يتجمع في مكان معين في الفيروس، حنقول فين يتجمع؟ في الخليه وهو يتكاثر. التجمع هذا نسميه انكلوجن باديز. الانكلوجن باديز دي لانها تتجمع وتصبح كميتها كبيره
ما عاد نشوفهاش بالالكترومايكروسكوب، نشوفها باللايت مايكروسكوب. اشهر انكلوجن باديز هي النجري باديز اللي اكتشفها واحد عالم لداء اللي هو الريبز فايروس. بتتجمع داء الكلب بتتجمع في السيتوبلازم اثناء ما يحصل السمبري البارس، تتجمع كدوت ونسبقها ونشوفها بالمايكروسكوب العادي. طيب هذه الانكلوجن باديز هنتكلم عليها كمان شويه في الكلتشر. طيب النقطه الثالثه ان احنا نعمل ديتكشن للفيروس انتيجين. الان مش الفيروس داخل الخليه وبيتكاثر ويطلع بارت منه اللي هي الانتيجين، فنعمل ديتكشن زي الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين. ومعنا محاضره كامله عن الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين، طبعا اكيد اخذته ايلايزا. كيف نعمل ديتكشن للانتيجين ايلايزا؟ immunoprocess complement vaccination test neutralization radio assay. هذه كلها نعمل ديتكشن للانتيجين، لكنها ركزوا معي هي دايركت ادمنستريشن، يعني حاجه من الفيروس، يا الفيروس يا توابع الفيروس. الامر الخامس اللي هو النيوكليك اسيد، وده مهم جدا اليوم تشخيص، على فكره اليوم انتشر بشكل كبير ان احنا نعمل ديتكشن للفيروس نشوف النيوكليك اسيد حقه الموجود. ودي نعملها بامرين. الامر الاول نعملها بالبي سي ار اللي هو اختصار بوليمريز تشين رياكشن، اخذتوها في الانتدكشن صح؟ جميل. فيري سمبل. الان انا شاكك انه ذا الشخص عنده هيباتيتس بي، او طلعت السيرولوجيكال تيست انه عنده هيباتيتس بي، انا عاوز اتاكد هل النيوكليك اسيد حق الهيباتيتس بي موجود ولا لا؟ كل الفيروسز الان احنا الخارطه الجينيه حقها معروفه. يعني معروف النكلوتايد حق هذه الفيروسز، فيروحوا من خارج يصمموا حاجه كومبلمنتري يسموها برايمر. مثلا النكلوتايد حق هذه السيكونس معينه يروحوا يصمموا الكومبلمنتري عكسها. فبعدين ياخذوا العينه ويطرحوا البرايمرز دي، اذا هي موجوده حيحصل امبليفيكيشن، حيتكاثر الفيروس يتكاثر يتكاثر، نعمل له ديتكشن. وبالنهايه دي حتكون حاجه مور سبيسيفيك ومور سنسيتيف، لان احنا عملنا ديتكشن للنيوكليك اسيد حق الفيروس. فدي بالنسبة للبوليمريز تشين رياكشنز اللي ناخذها من العينة. في أمر آخر نعملها في التيشو نسميها هيبريدايزيشن. كيف نعملها في التيشو؟ مش التيشو في الفيروس بيتكاثر في السيل، فناخذ التيشو ونروح نحط نفس الوضع كومبلمنتري نيكلوتايد، بس الكومبلمنتري دي نعملها ليبلد بأي سبستانس من ضمنها عملية راديو أكتيف. يعني برايمر او نيتريك اسيد مربوطه براديو اكتف ونحطها على التيشو. اذا كان النيوكليك اسيد موجود حترتبط مع هذه وحنكتشفها بالراديو اكتف، وبالتالي دي نسميها هيبريدايزيشن ان تيشو في النسيج نفسه. بينما البي سي ار من عينه الدم اللي ناخذها من المريض اللي شاكين فيه. جميل، شايفين كيف الان هذه بالنسبه لنا اللي هو الراديو اكتف نيتريك اسيد سواء كان دي ان اي سواء كان ار ان اي، وهنا بالنسبه لنا اللي هو هيحصل انه الكومبلمنتري ده هيحصل له اتاتشن. اذا انا عايز هنا الراديو اكتف ثرو للنيوكليك اسيد هيجي على التيشو، هنحطها طالما انه الدي ان اي موجود في التيشو هيحصل له بايندينج، وبالتالي هنعملها ديتكشن بالراديو اكتف. طيب الان تعالوا نشوف المحور الثاني اللي هو مهم جدا اللي نسميه فيروس ايزوليشن اور كالتيفيشن اوف فيروس. يعني كالتيفيشن ما معناها زراعه الفيروس. احنا اتفقنا انه لابد من ليفنج سيلز. وليش قلنا ليفنج سيلز؟ لانه اوبليجيت انترا سيلولر لانه ما يمكن ما معوش حاجه الفيروس، ما معوش اي سيل، فلا بد له ليفنج سيل عشان يحصل له ريبليكيشن. طيب في معنا ثلاث طرق للفيروس ايزوليشن. الطريقه الاولى نسميها لابراتوري انيمالز اشرحها بالتفصيل، والطريقه الثانيه يسموها امبريونيتد اكس، والطريقة الثالثة اللي هي الطريقة الشهيرة والآن منتشرة في العالم اسمها سيل أور تيشو كلتشر، يا يسموها سيل كلتشر يا يسموها تيشو كلتشر. تعالوا نمسكهم واحدة واحدة. اللابراتوري أنيمالز سهل جدا، يجيبوا أكرمكم الله حيوانات الاختبار ويحقنوها بالفيروس، ومهمة جدا.
لان احنا نشوف الباثوجينيسيس، ايش الاشياء اللي حتظهر على هذا الحيوان، ايش المانيفستيشن اللي حتظهر عليه. واحد. الامر الثاني حنشوف لو في الفيروس ده بيعمل انكوجينيسيس او بيعمل كانكوجينيك فيروس، فهيعمل انكوجينيسيس حنشوفها. وطريقه لا زالت مهمه مثلا في بعض الفيروسات ما نقدرش نعمل لها كالتيفيشن زي الريبس فيروس، فنستغل الانيمال. بس اذا جاز التعبير فيها عيب بسيط، وهو انه الانترفيرنس للاميون سيستم، مش دي الانيمالز معها اميون سيستم، هذا الاميون سيستم يتداخل مع الفيروس على حسب طبعا الانيمال. فما نستطيعش اكزاكتلي ندرس صفات الفيروس، لكن احنا نشوف تاثير الفيروس على هذا الانيمال، ولا زالت مهمه، ولا زالت اليوم كثير من المعامل فيها الانيمال هاوس يعملوا بالنسبه لاي فيروس يشوفوا لو في فيروس جديد ايش الافكت حق هذا الفيروس على الانيمال. طيب النقطة الثانية اللي هي الامبريونيتد اكس، اللي احنا نسميها فيرتلايزد تشيكن امبريوات. دحين طبعا احنا بنعتقدوا كتكوت، لكن قبله عادوا بسم الله راح في اول يوم ثاني يوم لسه عادوا مشروع كتكوت. ايش اللي يحصل؟ يجيبوا الفيرتلايزد ويحقنوها في سبيسيفيك سايت. فمثلا رقم واحد هذه الانجكشن رقم واحد اللي نسميها كاريو اليمتيك ميمبرين، فيحقنوها هنا وبعدين يشوفوا ايش اللي حيحصل، ايش اللي حيحصل في الكاريو اليمتيك ميمبرين. رقم اثنين يسموها الاليمتيك كافيتي، يدخلوا النيدل دريل صغير الى الاليمتيك كافيتي. رقم ثلاثه الاليمتيك انوكوليشن، ورقم اربعه اللي هو الاصفر ذا اللي هو يوكسا انوكوليشن، ويشوفوا الكاركترز حق الفيروس كيف يحصل النمو فيه. لكن الطريقه دي الى حد ما الحلو فيها انه ما فيش اميون سيستم، لانه لا زال تشيك امبريو، فما فيهاش اميون ريسبونس، فبالتالي تتيح لنا دراسه الفيروس بالتفصيل. لكن التكنيك الجديد اللي جاء يعني خلاص تقريبا حير بالنسبه للامبريونيتد اكس اللي هو السيل كالشر. فركزوا معايا على السيل اور تيشو كالشر، ايش هي؟ عباره انها تتكون من سنجل لير اوف مونو نيوكليير سيل. ما معنى مونو نيوكليير سيل؟ يعني هنشوف كيف هنعمل وان لير اوف سيل. هذا كدني، يروحوا ياخذوا قطعه من الكدني دي، والقطعه دي تقسم يحطوا عليها تريبسين، التريبسين حيكسر الخلايا دي وتصبح سيبريتد، حيكسر الحواجز اللي بينها وتصبح الخلايا سيبريتد، حتكون بالشكل ده اهو. بعد ما اخذنا قطعه بدانا حطينا عليها التريبسين، التريبسين ذا حيعمل سيبريتد للسيل. بعد كده حنحط الجلاس ميديا، والجلاس ميديا دي نوفر فيها كل ظروف الحياه، نوفر فيها الامينو اسيد، نوفر فيها البفر سيستم، نوفر فيها كل ظروف الحياه بحيث انها تنمو الخلايا فيها كويس. الان في حاجه مهمه، في قاعده مهمه جدا، هذه القاعده انه مش الان تبدا الخلايا تنمو، انا عاوز اكون في النهايه مونولير سيل، فحاجه بنسميها لو اوف كونتاكت انهيبيشن. الخليه لما تنمو تلتصق بخليه ثانيه ستوب الديفيجن، لو انصدمت بالسيرفيس حق البوتل ستوب الديفيجن. ففي النهايه اضمن انه تكون حاجه اسمها وان لير، اللي بنسميها المونو لير سيل او سنجل مونو لير سيل، كلها خلايا من طبقه واحده. وبالتالي لو ما احقن الفيروس حرجع اشوف الافكت على هذه الخلايا. لكن مفهوم؟ اذا فيري سمبل. كيف بالنسبه للسيل كالشر؟ كل ما في الموضوع ناخذ من نسيج، طبعا اكيد في خلايا، نحط عليه تريبسين، التريبسين ذا حيعمل سيبريتد للخلايا، نحطها في البوتل كالشر ونوفر فيها كل عوامل الحياه لهذه الكالشر او لهذا التشو. حيبدا الان يحصل الديفيجن في قاعده نسميها اللو كونتاكت انهيبيشن، انه الخليه وهي تنقسم لو انصدمت بالخليه يحصل ستوب الديفيجن، لو اصطدمت بالراس حق التشو ستوب الديفيجن. فبالنهايه حظنا حيتكون لي مونولير سيل. ممتاز. في ثلاث انواع من التشو كالشر، ثلاث انواع. النوع الاول نسميه برايمري سيل لاين، وهذا فيري سمبل، كل ما في الموضوع انه هذا obtained from organ fragments usually او عاده، طبعا ممكن من هيومن ومن انيمال،
لكن يوجوالي بيستخدموا المانكي كيدني. فبالتالي البرايمري سيل لاين هو عبارة عن تيل من أورجان فراجمنتس زي المانكي كيدني. إيش اللي ميزة هذا البرايمري؟ ميزته إنه إحنا مهم جدا شوفوا أكادمي أحبهم صوت كلشر دي تكنيكس عاوز وقت. فأنا أكون أول بطل للسيل كلشر واستطيع أعمل صوت كلشر. إيش معنى صوت كلشر؟ يعني أنقل منها إلى بطل ثانية. أستطيع إلى حد أقصى 10 وخلاص تنتهي السيل كلشر وعاوز أبدأ أعمل سيل كلشر من شكل جديد. هذه إيش مهمتها الآن لو الباحثين موجودين في أي مكان؟ على طول أنا في البرايمري سيل لاين ممكن إني من سيل كلشر واحدة أكون إلى حد أقصى حاجة 10 من 5 إلى 10 تمام. هذا بالنسبة للبرايمري سيل لاين. تعالوا نشوف اللي هي السكندري سيل لاين أو نسميها هيومن ديبلويد سيل. دي بسيطة. هذيك درايف قلنا من فين أو أوبتين من فين الأولى؟ من أي أورجان فراجمنت؟ هنا لا شرط انها تكون من امبريو تيشو من الامبريو وبالتالي حتكون الفايبروبلاست الاساس وكونها من امبريو مش الاكتيفيشن او الريبليكيشن او الديفيجن حقها حيصبح رابد جميل صحيح منطقي انه حيصبح رابد فبالتالي ميزتها هذه ايش؟ ميزتها ممكن يعمل سب كلشر الى 100 يعني انقل من كلشر الى كلشر انقل الى 100 سب كلشر وبالتالي حتيح لي انني ادرس الفيروس بشكل أو أوفر من كلشر واحدة إلى 100 سب كلشر. طيب آخر واحدة من أنواع السيل كلشر أو الديشو كلشر اللي هي بنسميها الثيرد أو بنسميها كونتينيوس سيل لاين. هذه في واحدة اسمها هنريتا لاكس هي ممرضة وأصيبت في عام 1951 يعني قبل ما نكون موجودين كلنا أصيبت بسيرفايكال كانسر. فقبل ما تموت اخذوا عينه من سيرفايكال كانسر الى اليوم هذه الخلايا موجوده يسموها هيلا سيل اختصار لها يسموها هيلا سيل وهيلا سيل هي اختصار لهذه لاسم هذه الممرضه ولليوم موجوده. طيب ايش ميزتها؟ ميزتها انها حيحصل لها الديفيجن حقها اندفينيت لانها كانسر عن كنترول فعلى طول تعمل ديفيجن وينقلوها من كلشر الى كلشر فالديفيجن حقها فور ايفر وتخيلوا من عام 1951 لليوم والهيلا سيل موجوده. لو طلبت اليوم واحد مهتم بابحاث الفيرولوجي وطلب السيل كلشر ايش حيحصل؟ هاي يبعثوها له في اي مكان. فدي لانها كانسر سيل فالديفيجن حقها مستمر على طول. طيب الان النقطه المهمه ان احنا كيف نعمل ديتكشن للفيروس جروب؟ انا زرعت فيروس على تيشو كلشر على اي سيل كلشر كيف اعرف انه حصل نمو للفيروس؟ اول ما ادخل النمو اذكر بالجنرال برنسبل للتيشو كلشر كل ما في الموضوع اني اخذ اورجان فراجمنتس وفيزت اخذ منها واحط عليها فلتين حيفكك الخلايا فلتين احطها في بوتلز اوفر لها كل ظروف الحياه عاوزها تكون مونو لاير سيل اتفقنا انه في معنا لو كونتاكت انهيبيشن حتبدا تكون مونو لاير سيل. الان انا حيجي فيروس انا شاكك فيه اروح احقنه داخل الخلايا دي حقنت الفيروس عاوز اشوف الجروب في الخلايا دي كيف اشوفه؟ كالاتي اول ديتكشن نسميه سايتو باثوجينيك افكت. ما معنى سايتو؟ خلوي باثوجينيك ممرض افكت يعني ما هو التشينجز اللي حيحصل في الخلايا دي فبالتالي نقول هو تشينجز في السلف ايش التغيرات اللي حتحدث في الخليه؟ اي تيشو كلشر احتمال يحدث فيها التغيرات التاليه. واحد سيل ديث حتكلم عليها طبعا واحده واحده. سيل ديث اني انا حقنت الفيروس ماتت الخلايا حاعرف كيف ماتت. راوندنج اني انا حقنت الفيروس وبعد 72 ساعه بعد 3 ايام 4 ايام اجي اشوف قد الخلايا قدها شكلها راوندنج اذا حصل تشينج. الامر الاخر سانسيتيا سنسيتيوم يعني مالتي نيوكليتد جاينت سيل حنعرف كيف بعد شوي. والامر الاخر اني حقنت فيروس واذا بي اشوف حصل سيل ترانسفورميشن اذا هذا الفيروس كان انكوجينيك فيروس. تعالوا شوفوا واحده واحده كيف سيل ديث كيف اعرف انه سيل ديث؟ انا حقنت في التيشو كلشر جيت اشوف تحت الميكروسكوب اذا بو حصل دي اتاتش من السيرفيس يعني انفصلت خلاص ماتت الخلايا فده الدي اتاتشد من السيرفيس انديكيتد لان الخلايا ماتت
احدى الفيروسات الشهيره اللي يعملها البوليو فايروس اللي بيعمل بوليوميلايتس، يعمل لما نزلها يعمل سيل ديث. ممتاز. طيب هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الراوندي، في فيروس اسمه ادينو فيروس، لما نحضنه في السيل كالشر او التيشو كالشر نجي بعد يومين ثلاث ايام اللي قد نشوف قد الخلايا ما عاد شكلها السبندل، قد شكلها راوندي، ودي واحده من الانديكيشن. ثلاثه سنسيتيوم، السنسيتيوم ركزوا معي على هذه الخلايا، على هذه الخلايا عشان كيف الخلايا مرتبه، هذه النيوكليس حقها وهذه الخلايا. طبعا في فيروس اسمه الميزز والمانس لو نعملهم في التيشو كالشر يعملوا سنسيتيوم اللي هي مالتي نيوكليتد جاينت سيل. الان ايش اللي حصل؟ حد لقط هذه الفكره ولا ما حد لقطها؟ ايش اللي حصل؟ انه الفيروس موت هذه الخلايا بينما هذول لا زالوا لايف، فانه ما تبقى الممبرين اللي بينهم راح، فبانت كانها خليه واحده فيها اكثر من نيوكليس، لذلك سموها مالتي نيوكليتد جاينت سيل. واضحه؟ اذا هذه زي ما اتفقنا يعملها الميزلز اور المانس، انه يحصل مالتي نيوكليتد جاينت سيل كانها هي خليه واحده فيها مالتيبل نيوكليس. الامر الاخر زي ما قلنا انه سيل ترانسفورميشن احقن، طبعا على فكره لما نحقن احنا التيشو كلشر عارفين عدد الخلايا، احقن التيشو كلشر واجي بعد ثلاث ايام لو قد كل الدنيا خلايا، فاذا اقول اذا هذا انكوجينيك فايروس سيل ترانسفورميشن اللي هو من ضمن التيومر فايروسز. هذا اول واحده اللي كيف نعرف انه حصل ديتكشن اوف جروث للفيروس، سميناها سايتوباثوجينيك افكت. اول واحده سيل ديث، ثاني واحده راوندينج، ثالث واحده سيل ترانسفورميشن. تعالوا نشوف الديتكشن الثاني اللي نسميه بلاتفورميشن، سهل جدا. طبعا على فكره قبل ما انقل لهذه، طبعا اكيد يعمل كنترول لاي سيل كلتشر، يعمل كنترول عشان يراقبوا الثنتين مع بعض. طيب انا لما حقنت في البوتل حقنت الفيروس، الفيروس لو اصاب الخليه ما عاد يخليهاش تاخذ الصبغه اللي سميناها الناتشرال الفيتال ستيل او ناتشرال ريد. فلان قدامكم شايفين كيف ما صبغت هذه الاشياء، ما معنى ما صبغت انها انفكتد الخلايا دي. وعلى فكره لو انا عارف كميه اللي حقنته كم بالمايكرون استطيع اني اعمل كاونتنج لكم عدد الخلايا اللي اصيبت. فشايفين كيف انه حصل دي ما صبغت، دي طبعا اصيبت بالفيروس وبالتالي ما اخذتش الصبغه. فبالنها من هنا نجي نقول الالستيل اريا هي انفكتد سيل، ودي يسموها بلاتفورميشن وتكون كاركترستيك، وهذه صوره حقيقيه لها. اذا نعمل ديتكشن للفيروس او جوز الفيروس انه بالبلاك فورميشن، انه اذا حقنا الفيروس في البوتلز وعمل انفكتد لسيل نجي نصبغ الخلايا اللي هي انفكتد ما عاد تنصبغش، فتظهر لنا لان الصبغه تدخل ريد، فتظهر كلهم مصبوغين بالريد، الا اللي الخلايا اللي ما انصبغتش تظهر اللي هي بالشكل ده عن ستيل. جميل. الامر الثالث حنعود مره ثالثه للانكلوجن باديز. اتفقنا ان احنا قبل شويه انه اشهر واحد كثير طبعا، لكن اشهر واحد الريبس فيروس بيعمل في الانترا سايتوبلازميك، يتجمع لان هو ار ان ايه ريبس فيروس، فتتجمع اسمبلي اوف فيروس في السايتوبلازم. فبالتالي اللي قلنا اللي عملها اسمه واحد اسمه النيجري باديز، فنعملها ديتكشن ودي كاركترستيك فور دايجنوسيس اوف ريبس فيروس. الامر الاخر الانكلوجن باديز ممكن تتجمع في الاتي، ممكن تتجمع انترا سايتوبلازميك زي المنظر ده، ممكن تتجمع انترا نيوكليير، الهربس على فكره الهربس بتتجمع فيه انترا نيوكليير لانه دي ان ايه، فهيحصل ريبليكيشن في النيوكليير، بينما الار ان ايه هيحصل ريبليكيشن في السايتو، وممكن يحصل في البول انه انترا سايتوبلازميك وانترا نيوكليير في البول، انه يحصل اجريجيشن او للانكلوجن باديز الانترا سايتوبلازميك والانترا نيوكليير. طيب الصفه الرابعه كيف نعمل ديتكشن للفايروس جروث بالهيم اجلوتينيشن. كيف الهيم اجلوتينيشن؟ في فيروس الساعات على السيرفس حقها بروتين نسميه هيم اجلوتينين. الهيم اجلوتينين له هاي افينيتي انه يرتبط ب ار بي سي. على الهواء. يرتبط بال ار بي سي. إذا هيم اجلوتينين قدرة إنه يرتبط بالـ RBCs.
طيب الان انا اعرف فارسس انه يرتبط وانا بحاول اعمل تيشو كلشر، انا عندي قناعه عن الفيروس ده مثلا انفلونزا، الانفلونزا عندها قدره انها معها بروتين اسمه هيم اجلوتينين، فحترتبط بال ار بي سيز. فشوفوا ايش نضيف ار بي سيز، بس نضيف ار بي سيز من الاو نيجاتيف. ليش او نيجاتيف؟ عشان ما فيش اي انتيجين ياثر. ممتاز. وحرجي نشوف الاتي ايش هيعمل الفيروس، لانه هيم اجلوتينين هيعمل اجريجيشن اور هيم ادزوربشن للار بي سيز، ولذلك لما ينمو مثلا الانفلونزا فيروس احط عليه ار بي سي وارجع اشوف تحت الميكروسكوب، لو حصل اجريجيشن اذا هذا الانفلونزا فيروس معاه هيم اجلوتينين فعمل اجريجيشن اور هيم ادزوربشن للار بي سي. واضح؟ تمام. ها شايفين كيف شكلها كمان مره ثانيه؟ هذه بالنسبه للفيروس كيف حصل اجريجيشن لان معاه هيم اجلوتينين الفيروس ده. الصفة الخامسة سهلة جدا، الفلوريسنت انتي بودي ستينينج. هذا الفيروس موجود، انا شاكك طبعا، احنا بالمناسبة الواحد يقول اكيد انا شاكك في فيروس معين. احنا اتفقنا ان معايا سبيسيفيك انتي بودي لاي فيروس انا عاوزه. فاروح اجيب الانتي بودي للفيروس اللي انا شاكك فيه ويعملوا ليبل لهذا الانتي بودي بالفلوريسنت داي، سميته الفلوريسنت. فيكون المنظر كذا. هو فلوريسنت حيرتبط مع الفيروس فعلا موجود، حيرتبط مع الفلوريسنت واجي اشوفه بعدين تحت الاندر فلوريسنت مايكروسكوب. اذا تكنيك سهل جدا، انا زرعت في تيشو كلشر شاكك ان الفيروس ده من نوع معين، اذا اروح اجيب الانتي بودي سبيسيفيك له، هذه الانتي بودي اربطها بالفلوريسنت واحقنها في التيشو كلشر. لو كان الفيروس هو الاساس حترتبط الانتي بودي انها سبيسيفيك انتي بودي رياكشن، حترتبط الانتي بودي بو وارجع اشوف الابل جرين اندر الفلوريسنت مايكروسكوب. قبل الاخير، قبل الاخير باقي اثنين، نيترولايزيشن تيست. هذا الفيروس ركزوا معي على هذه النقطه مهمه جدا، اعمل له تيشو كلشر. قولوا تمام. تمام. سالكم ما عملت حصل سايتوباثولوجي يعني حصل تشينج الستراكشر هنا كويس. بيجيكم السؤال الان، انا عاوز اتاكد، نفترض انه الفيروس ذا بوليو فيروس، نفترض انه ايش؟ بوليو فيروس عمل سايتوباثولوجي كيف؟ اروح اجيب نيو سيل كلتشر، واحده جديده، واحقن واطرح لها انتي بوديز، بس انا طبعا طرحت الانتي بوديز هنا، يعني احط انتي بوديز في السيل كلتشر، شايفين؟ وبعدين احطها في التيشو كلتشر، مش حيحصل سايتوباثولوجيك افكت. اذا الفيروس اللي كان عمل، اذا هو بوليو فيروس، ايش اللي ما خلاش يعمل سايتوباثولوجيك افكت؟ الانتي بوديز واضح؟ واضح. طيب على فكره هي من التكنيكس الفيري امبورتنت. الان اي فيروس، ركزوا معي، اي فيروس عملت له انفليشن في تيشو كلتشر، قولوا تمام. تمام. عمل سايتوباثولوجيك افكت، جيت تحت الميكروسكوب وحصل مثلا، سيل ديث، حصل غامدين، حصل ترانسفورميشن، وات ايفر. كويس. اروح اجيب سيل جديده، سيل كلشر جديده، وانا شاكك في الفيروس هذا، شاكك فيه انه الفيروس الفلاني، اروح اجيب الانتي بودي واحقنها اللي هي سبيسيفيك لهذا الفيروس، احقنها في التيشو كلشر. لهنا كويس؟ ارجع احقن مره ثانيه الفيروس في التيشو كلشر. الانتي بوديز دي حترتبط بالفيروس، مش حتخليه يعمل سايتوباثوجينيك افكت. فاذا انا تاكدت انه الانتي بودي كانت سبيسيفيك للفيروس الفلاني، فاذا الفيروس هو فلاني. واضح؟ واضح. تمام. ديتكشن اوف فايرال انتيجين من التيشو نفس الوضع. نعمل هذه لايزا، نعملها بالنيترولايزيشن، نعملها بالكومبلمنت فيكسيشن. طبعا اشهر بالراديو من اساي، اشهر واحد حقيقه احنا نعملها بالايلايزا. فيري سمبل يعني. وايضا فيري سبيسيفيك، ايضا كومن. فنعمل انتيجين في التيشو كلتشر، نعمل ديتكشن للانتيجين. للفيرال انتيجين اللي هو كومبوننت من الفيروس. اخر حاجه ركزوا معي، اخر حاجه في الديتكشن ركزوا معي، هي سهله بس عاوزه تركيز.
انترفيرنس. ايش معنى انترفيرنس؟ فيروس. فيروس بيعمل بروديوسنج للسايكو باثوجين. كويس كويس. حقنته فيه تيشو كلتشر هيعمل منطقي منطقي. فيروس ان تيشو كلتشر وفيروس بروديوسنج اللي هو السايتو باثوجين افكت. هيحصل انه نو سايتو باثوجين افكت. فيروس بتعكس على فيروس. حاضر سهل سهل. هنخرج بقاعده سبعه كل نقطه. الان احنا كان اول الخطوه الاولى اثبتنا انه فيروس يعمل سايتو باثوجينيك افكت صح؟ طيب رحنا جبنا فيروس جديد في خليه حقناه في خليه من نفس النوع ولا لا؟ فيروس ثاني. فيروس ثاني هذا الفيروس. وجبنا الفيروس اللي كان قبل شويه متاكدين انه عمل سايتو باثوجينيك افكت حقناه فوق هذا الفيروس ما عاد عمل سايتو باثوجينيك افكت. هذه القاعدة بالبيولوجي. هذه القاعدة بالبيولوجي يسموها انترفيرنس. إذا دخل الفيروس خلية قفل كل الريسبتور عليه ما عاد يخليش حد يدخل إلا هو بس خلاص. هو بنقطة في منتهى الأهمية. عينين والله. فيروس إذا دخل خلية قفل الريسبتور حقه أو منع الماسنجر ار ان اي. حتى لو دخل الفيروس هيمنع تكوين الماسنجر ار ان اي فبالتالي مش هيخلي الفيروس الثاني يعمل أي شيء خالص. بدليل إن احنا شفنا إن الفيروس الأول عمل سايتوباثوجينيك افكت عملها. وجبنا هذا الفيروس اللي بيعمل سايتوباثوجينيك افكت خليناه معانا. حقلنا فيروس ثاني في تيشو كلتشر كويس. وبعد يوم حقلنا الفيروس اللي بيعمل سايتوباثوجينيك افكت في نفسها ما عملش. ليش ما عملش؟ الفيروس الاول سبقه فقفل الريسبتور. وايضا حتى لو دخل الفيروس هيعمل كرافت للمسنجر ار ان اي فبالتالي مش هيحصل انه يعمل سايتو باثوجينيك افكت. يعني بيحقق الاول بس. تفضل لو سمحت تفضل. برافو عليك برافو عليك. السؤال رائع سؤال جدا رائع على فكره. المفروض تسالوه كلكم. هو خليكم معي احنا على الهواء. كان سؤال رائع. اسمك؟ محمد. ما شاء الله. قال طيب فيروس اول ما يعمل سايتو باثوجينيك افكت احنا نختار برافو عليك نختار فيروس ما يعمل سايتو باثوجينيك افكت عشان نشوف ذي ظاهره الانترفيرنس. فهم اثبتوها خلاص فاصبحت الان مثبته انه اذا دخل فيروس ما عاد يخليش الفيروس الثاني يدخل. طيب تعالوا شوفوها هنا انه هذا الفيروس دخل دخل الفيروس ده هيجي الفيروس الثاني يدخل هنقول له سوري وي ار كلوز. قد دخل فيروس سبقا وبالتالي احنا نقول the replication of one virus in cell usually inhibits the multiplication of other virus entry بعده subsequent. دي بالنسبه للانترفيرنس. طيب كيف يحصل على الميكانيزم حقها كيف تحصل؟ الاول يا يعمل بلوك الريسبتورز وبالتالي الاتاتشمنت هتروح مع فيش اتاتشمنت للفيروس الثاني اللي هيدخل هذه واحده. او انه ممكن يدخل الفيروس ده يدخل بس مش هيخليه يصنع الماسنجر ار ان اي وبالتالي ما لوش معنى اذا ما صنعش الماسنجر ار ان اي خلاص ما لوش اي معنى. طيب اخر حاجه اللي هي ديتكشن اوف سبيسيفيك انتي بوديز نسميها احنا سيرولوجيكال تيست فور ديتكشن انتي بوديز. هنا بالسيروم وهي نقطه في منتهى الاهميه انه الان احنا واحد شكينا انه اصيب بهباتايت سي نروح نعمل له انتي بوديز. والنقطه الخطوره فيها الاتي احنا نعمل انتي بوديز هي في الحقيقه تعطينا بصمات الفيروس مش الفيروس. لكن لو كان انتي بودي اي جي ام حنقول دي الدلاله على ريسنت لو كان اي جي جي قد يكون فيروس راح. ودارت اناقش معاكم في الهباتايت سي من ضمن الاشياء اللي يضايقون زملائنا بها في الفيزيشن يروح يشخص الصوره اظن عندي لايزر لاي واحد بالانتي بودي. الانتي بودي حتطلع اي جي جي حتى لو الشخص ده كيور كومبليت كيور طول عمره حيظل الانتي بوديز معاه. فيروح يشخصوها قلنا الانتي بودي لا تعني شيء قد تعني الفيروس ده اصابه في يوم ما
وخلاص اصبح الشخص ذا كيور، لكن الانتي بوديز لا زالت موجوده. فدي نقطه في منتهى الاهميه. أو طبعا بس السي مش فاكسين، قد تكون بسبب فاكسين او سبب انه حتى فيروس دخل وعمل سب كلينيكال ما حصلش اي مانيفستيشن وظلت الانتي بوديز موجوده. ده يعمل ديتكشن للانتي بوديز. الاي جي ام قلنا حتعمل انديكيشن للايرلي او ريسنت انفكشن، والاي جي جي سواء باست انفكشن. وفي حاجه مهمه جدا لابد نستوعبها كمان، ساعات لو انا عاوز اتاكد ان الفيروس موجود في وجود الانتي بوديز اعمل حاجه اسمها رايزنج تيتر. ايش رايزنج تيتر؟ اروح اشوف الانتي بوديز اليوم، جاء عندي اشوف الانتي بوديز اليوم، طلع التيتريشن حقه 1/80، اقول له روح اسبوع وتعال، يروح اسبوع ويجي واعمل له الانتي بوديز. فاذا طلع التتر رايزنج تتر فور فولد 4 أضعاف، نقول اذا لا زال هذا انفكشن، بدين المناعه عادها شغاله فاذا الفيروس عنده. لكن طبعا الادق ان احنا نعمل ديتكشن بالنيوكليك اسيد، حيكون ادق بشكل كبير. اي تفضلوا الاكسرسايز لكم لو سمحتوا كل 8. The following virus, novel virus, the following virus infect our body. Discuss with your team the method of diagnosis of this virus. لو سمحتوا تناقشوا بدون تفاتر. سؤال مهم جدا اللي طرحه يدل على ذكي جدا، في سؤال رائع طرح من هناك. في موضوع حتى يفكر فيه ار بي كيف هيم ادزوربشن، هل الار بي سي حتدخل داخل السل؟ كيف؟ لحظه كيف؟ على سطح الخليه. السؤال حقه يسال سؤال كويس، قال هيم ادزوربشن، انت قلت ان الفيروس حيعمل اجريجيشن للار بي سي صح؟ طيب هل الار بي سي لما ندخلها في التشو كلشر حتدخل داخل الخلايا ولا غير داخل الخليه؟ تفضل. عفوا برافو عليك. طبعا احنا طبعا اكيد هذا حيكون انفلوب فيروس، مش الانفلوب فيروس طبعا لما يصنع يحصل له اكسبريشن على السيرفس حق الخليه، فبالتالي الار بي سي حتعمل اجلوتينيشن وهنا على السيرفس مش حتدخل داخل. برافو عليك على السؤال ده. طيب اظن الان حنبدا الاسئله، بس حاول الخص الموضوع ده، ركزوا معي كلاتي. بس في نقطه مهمه، سؤال برضه حلو المفروض كنتوا تسالوا، لو كان انفلوب مش الخلايا دي ممكن يحصل لها رابشر لما الفيروس داخلها، فحيكون الفيروس خلاص ما فيش داخل الخلايا، حيكون موجود في السراوندنج ميديا. فلما نطرح على الار بي سي حيحصل له اجريجيشن ورهين ادزوربشن في السراوندنج ميديا. طيب ركزوا معي، شوفوا الكلام اللي قلناه كله، ما حد يعمل سيل كلشر ولا حد يعمل الكترون مايكروسكوب، ما هوش روتين تيست عشان نشخص. لكن هعمل بشكل عام، اول حاجه لابد ناخذ السبيسمن او الكلينيكال سبيسمن. الامر الاخر زي ما قلنا نعمل دايركت ديمونستريشن، وقلنا انه بالاربعه الطرق اللي قلناها، ده ديتكشن اوف ذا فيروس بارتكل، وديتكشن للانكلوجن بوديز، وديتكشن للسبيسيفيك فايرال انتيجين، وديتكشن للنيوكليك اسيد. هقول لكم في النهايه ايش المهم بالنسبه لنا في كروتين تيست. اكيد معنا الفيروس ايزوليشن، ومعنا اللي هي الكالشر او السيل كالشر او التشو كالشر. السيرجيكال تيست ديتكشن للفيرال انتيجين او الفيرال انتيجين، ده نقطه في منتهى الاهميه. احنا نقول سيرولوجي هي انتيجين انتي بودي ريأكشن، فانا قد اعمل ديتكشن للانتيجين، قد اعمل ديتكشن لل والعينه كمان ايوه طبعا السيرة. ودي نقطه في منتهى الاهميه، احنا معظم الفيروس نشخصها بامرين، كل الفيروس نشخصها بامرين، يا نشخصها بالسيرولوجيكال تيست، وده اتمنى انكم تعملوا كلاسيفيكيشن جديد ممكن تكون الروتين تيست، نعمل ديتكشن بالسيرولوجيكال تيست سواء كان بالانتيجين او الانتي بودي تحت التشخيص، ومعنا كمان النيوكليك اسيد البي سي ار. بس البقيه ما نستخدمه ولا شفناه، ها انا ما شفته. يلا لا خلوكم جاهزين، حبدا اليوم هنا طبعا، حبدا هنا.
السؤال لكم والسؤال لو سمحتوا برفع الايدي، انا اللي اشوف، اذا ما شفت نسبه كبيره ارتفعت حتى لو رفعوا 5-6 السؤال حتروح الدرجه عليكم نفس الوضع بالنسبه لكم. حبدا من هنا. السؤال الاول لكم. الدايركت ديمونستريشن اوف فايرال انفكشن كان بي دان باي ديتكشن اوف سبيسيفيك فايرال انتيجين. Detection of nucleic acid by PCR. ارفع يدك فوق. Detection of viral particle by electron microscope. Detection of antibodies. لا لا لا. Viral infection مش دليل. بس انت تحط شوفوا demonstration of viral. Demonstration of viral infection. Demonstration. أكيد antibodies لا. طيب. السؤال لكم direct demonstration of viral nucleic acid in the infected tissue can be done by electron microscope. Nucleic acid جميل. Light microscope أجمل أكيد. Hybridization techniques yes صحيح. PCR لا هي الناس اللي نتعلم فيها صحيح بينا منافسه بس نتعلم. انا قلت في السؤال انفكتد تيشو. ايوه تيشو. التيشو البي سي ار من السيرم. يس. هذا صراحه المفروض اسال لهم لكن ما عملت لهم واحد مثل الثالث. ما في مشكله. خلاص طيب. طيب الهبريدايزيشن ولذلك لا تنسوا القاعده اللي دائما اقولها شوفوا الخطا هذا مش حنساه خالص انه هبريدايزيشن معناها في التيشو. البي سي ار اخذتها من السيرم. طيب الآن لكم السؤال transformation of infected cell by oncogenic virus means uncontrolled cell growth. اللي وراء هذا ما نشوف شو يرفعه. cell detachment inclusion bodies plaque formation. انت بالدفعة رفع يدك خلاص كلكم غلط. Uncontrolled. Transformation معناها انه uncontrolled. ايوه. لا بس رفع يده في البلاك فورميشن. طيب طيب طيب. لا تدخل فوق، لا تدخل فوق. And him absorption produced by virus in an infected cell means معناها him absorption ايش معناها؟ معناها ان المورفولوجيكال في مورفولوجيكال changes. Formation of inclusion bodies. Attachment of erythrocyte on the infected cell. Plaque formation. أكيد اللي هي attachment of erythrocyte to the infected cell. خمسة. The virus isolation needs nucleic acid detection. Tissue culture. يا أخي الفيروس isolation يحتاج إيش؟ Empiricated. لابراتوري انيمال. اخيرا تعال 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 طيب خلاص. البوليمريز تشين رياكشن از يوز فور ديتكشن اوف فايرال انكلوجن بوديز. Viral specific antigen. Viral nucleic acid. Viral specific antibodies. All the following tests are used for detection viral antibodies. كل هذا الجاي تعمل detection antibodies except واحدة. Complement fixation test. هذه أيوة. لا تتفهم بدك مرة. هذه لا نزح نزح. طيب اميون فلوريسنت. ايوه ايوه لا انا بعيد ما شفت حد. بي سي ار هذه اكس كذا الاكس ار. إلايزا لا ايوه البقيه خلوهم صح انتم ما جاوبتوهم. لا ما جاوبوا الثلاثه. هذا فايزي. هيبريدايزيشن تكنيك which is used for diagnosis of viral infection depends on the use antibodies, enzyme labeled antibodies, nucleic acid probe, antigens, أكيد النيوكليك أسيد probe.
تسعة. The most commonly diagnosed technique in the virus laboratory. Virus isolation in the cell culture. Commonly used. ما فيش تمام. Electron microscope. PCR and RT-PCR. RT حنسنة بس PCR. Surgical test. الاثنين الاثنين يلا أنا بساعدك. مش أنا قبل شوية عملت انكلوجيا انكلوجيا بقول لكم يا جماعة هو عندي باديز والنيوكليك أسيد. عشرة. All of the following primary cell line of cell culture. اللي جاي كله عبارة عن primary cell line. Produced from organ fragments. صحيح. Subculture up to 10 passage. Derived from tumor cell. Derived from embryo tissue. صحيح برافو عليكم. تعادل عشان خاطري بس العيد. طيب لو سمحتوا لا تنسوش محاضرة اليوم مفروض نخرج والكل مستوعب لو في حاجة أنا موجود بعد المحاضرة. عرفنا كيف نعمل دايركت ديمونستريشن للفيروس، عرفنا كيف نعمل فيروس ايزوليشن، عرفنا سيرولوجيكال تيست، واخيرا الحمد لله قيمنا انفسنا وشكرا جزيلا لكم.